يقول هل النوم بعد صلاة العصر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بعد المغرب؟ أما بعد العصر أنه من الناحية الطبية يكره من الناحية الطبية إلا لمن احتاج إليه، احتاج إليه لا بأس، لكن إذا كان الإنسان ما هو حاجة إلى النوم بعد العصر فإنه من الناحية الطبية لا يصلح. وأما النوم بعد المغرب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل صلاة العشاء، يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعدها لأنه ينام بعد صلاة العشاء ليقوم من الليل يهجر عليه الصلاة والسلام.